حمراء. إشكال الكونترا مازال متواصل، تتوزع الكرة مازالت في مناطق 18، تخرج من دفاع النادي الإفريقي عن طريق غازي العيادي. هذا عبد المؤمن جابو خطير، جابو هل يكون الأول؟ جابو جول 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 من عبد المؤمن جابو في 26 دقيقة لعب، يشعلها نار عبد المؤمن جابو، يعطي الفرحة ويعطي الانتصار المؤقت إلى جماهير النادي الإفريقي، وتحية إلى الأسعد الورتيني، قلت الغائب الحاضر في قلوب كل أحباء الإفريقي وكل عشاق الرياضة التونسية. برافو لعبد المؤمن جابو على الحركة ولمسة الوفاء لأسعد الورتيني، هدف أول في 26 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. عبد المؤمن جابو في أول ظهور هجومي في الشوط الثاني يعلنها بالهدف الأول، سرعة كبيرة، رؤية كبيرة، وتسديدة يعني يغالط بها الأسعد الهمامي في شباك الهمامي، يعلنها الهدف الأول